بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أما بعد، درسنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى في كتاب كشف الشبهات شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. الأسبوع الماضي وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. صلنا هنا، علقنا عليه، لكن لعلنا نعيد آخر جملة هنا بإذن الله تعالى. Tonight's class is in the book of كشف الشبهات, clarification of the doubts, removal of the doubts, by the author, the reviving Imam, Shaykh al-Islam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi. May Allah Ta'ala have mercy upon him. The last thing we talked about was the statement of the Shaykh rahimahullah ta'ala when he says, the ignorant disbelievers knew that the Prophet ﷺ meant with the testimony that Allah alone should be singled out with all worship and devotion, while disbelieving in everything else which is worshipped besides Him, and forsaking this. طيب، وصلنا عند هذه العبارة، تكلمنا عليها حقيقة، شرحنا بعض الشيء، لكن في الإعادة إفادة. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق. معنى الكلام هذا ماذا؟ الكفار علموا معنى كلمة لا إله إلا الله. لما يقول الشيخ بهذه الكلمة المقصود بها لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالتعلق، إيش قلنا بالتعلق؟ بالالتجاء وبالخضوع وبالذل والتعبد، هذا المقصود بهذه الكلمة. إفراد الله تعالى بالتعلق مقصود بها التعبد والخضوع لله تعالى والذل والالتجاء إليه. الكفار فهموا ذلك، قال: والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. يعني الكفار يا إخوة قريش فهموا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما ذكرنا فيها نفي وإثبات، صحيح؟ قلنا لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله نفي جميع المعبودات، فهو نفي عام، نفي لجميع المعبودات، إلا الله إثبات خاص بأن العبادة محض حق لله تعالى وحده لا شريك له. هذا هو المراد بلا إله إلا الله. فالكفار فهموا ذلك، فهموا إفراد العبادة لله تعالى، وأيضا كما قال الشيخ الكفر بكل ما يعبد من دون الله والبراءة منه. ولذلك الله تعالى ذكرنا الآية التي في بعد في البقرة بعد سورة وبعد آية الكرسي، قال الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ثم ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قلنا ابن عباس ماذا قال رضي الله عنهما في معنى العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت، وقلنا الطاغوت كما عرفه ابن القيم هو ماذا؟ كل ما يعبد من دون الله طاغوت، كل ما يعبد من دون الله طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت كل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله يوحد الله فقد استمسك بلا إله إلا الله. وذكرنا الآية التي في سورة الممتحنة أو الممتحنة في قصة إبراهيم، من يذكرها؟ دائما نذكر هذه الآية، إبراهيم الخليل، خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا الله تعالى يقول؟ قد كانت لكم أسوة حسنة. من يحفظ الآية؟ في إبراهيم، نعم، لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا
إيش الشرط؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية واضحة. قلنا هذا يرد على جماعة الانترفيث وأن كنا أولاد آدم أخوة في البشرية والكلام هذا الساقط، فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ من مقتضيات لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت، من شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت. فما يصلح الإنسان يقول نحن موحدون وكذلك هؤلاء سيدخلون الجنة وعباد البقر والجرذان، كل من عبد على طريقته وبدينه والكل في النهاية إلى الجنة. هذا ما حقق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. لا إله نفي عام لكل المعبودات، إلا الله إثبات خاص، إثبات العبودية والألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نرجع لأول كلمة قالها الشيخ، قال والكفار الجهال، يعني جهلة قريش عرفوا معنى لا إله إلا الله. ثم ذكر دليل على هذا الكلام، نترجم ثم نذكر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. As the Sheikh رحمه الله تعالى, he mentioned that the ignorant disbelievers, the Arab in the pre-Islamic period of ignorance in Jahiliyyah, they knew exactly what لا إله إلا الله meant. They did. They knew that it meant to single out Allah subhanahu wa ta'ala in worship. They understood the language. They knew exactly what he meant. They knew that لا إله إلا الله meant to single out Allah subhanahu wa ta'ala in worship. And at the same time, as he mentioned رحمه الله تعالى, and devotion while disbelieving in everything else which is worship besides him and forsaking this. They knew that this is exactly what لا إله إلا الله meant. There is no deity worthy of worship. All deities, every deity is not worth worshipping except Allah subhanahu wa ta'ala alone, exclusively alone. That's why they understood what لا إله إلا الله meant. We mentioned two ayat in which we always mention. Everyone has to memorize these ayat. The ayah that is right after ayat al-Kursi. The ayah right after, 256 in Surah Al-Baqarah, the second chapter in the Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala says, فَمَنْ يَكْفَرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Those who disbelieve in al-Taghut and the righteous predecessors, Ibn al-Qayyim and others, defined al-Taghut being everything and anything worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala. This is what al-Taghut means. Whoever disbelieves in the Taghut, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, believes in Allah subhanahu wa ta'ala alone, believes in Tawheed, فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. He has held on for لا إله إلا الله. To have pure لا إله إلا الله, you must single out Allah subhanahu wa ta'ala in worship, and you must disbelieve in all other deities, in anything and everything that is worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala, any associate, any mediator that is taken with Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we said لا إله إلا الله refutes what people of inner faith claim to be, that we are all the children of Adam and we're brothers in humanity, this word that they use, and eventually everyone is going to go to Jannah. Those who worship cows and rats and those who worship Isa and those who worship this, all of them eventually are going to go to Jannah. This goes against La ilaha illallah. This goes against your core aqidah and belief system. La ilaha illallah goes against this. You cannot have the correct belief in La ilaha illallah and at the same time believe in inner faith. There's no inner faith in Islam. The Muslim and the kafir cannot be equal. Those who say Allah, worship Allah alone and do not associate any partner in worship with Him, cannot be like those who take with Allah subhanahu wa ta'ala associates and partners and mediators. All of this, ya ikhwa, goes against La ilaha illallah. A Muslim is upon tawheed. These other people, they're pagans. قال الشيخ رحمه الله تعالى فإنه لما قال لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قال لقريش لا إله إلا الله لما جمعهم على جبل الصفا وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال أبو جهل لعنه الله تبا لك لهذا جمعتنا لأنه فهموا معنى هذا الكلام وما أرادوا أن يؤمنوا به وذلك الله تعالى في أول سورة صاد ماذا قال عنهم في بداية سورة صاد دائما كررنا هذه الآية المرة الماضية أيضا ماذا قال الله تعالى على لسان قريش نعم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب
لماذا هو عجاب؟ مع أن هذا هو الفطرة، لماذا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هذا أمر عجاب، إن هذا لشيء عجاب. لماذا هو عجاب؟ هذا كان خلاف لعقيدة، هذا هو خلاف لدين الآباء. العرب في الجاهلية قريش يعبدون أصنام، هذا الدين الذي تربوا عليه جيلا بعد جيل، هذا هو دين الآباء. ونحن ذكرنا أن قريش ما أرادت أن تنافق النبي صلى الله عليه وسلم، هم عرفوا معنى لا إله إلا الله، لكنهم ما أرادوا ترك الأصنام. كيف يقول لا إله إلا الله ويترك وما يريد يترك الأصنام؟ فهم ما قالوها خشية النفاق وأيضا كبرا، ما أرادوا أن يقولوها كبرا، عرفوا أنه صلى الله عليه وآله وسلم على حق، وأن دعوته دعوة الأنبياء والمرسلين من قبله عليهم الصلاة والسلام، إلا أنهم ما آمنوا استكبارا. والآية الأخرى التي ذكرناها قول الله تبارك وتعالى إنهم كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ثم قال الله تعالى على لسانهم ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء جديد، التوحيد دين الأنبياء، والدليل على ذلك ماذا؟ قول الله تعالى، آيات كثيرة منها دائما نذكر، نعم أيوة نعم، وآية أخرى أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يقول الرسول؟ أن اعبدوا الله، أن وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الشرك، اجتنبوا عبادة كل ما دون الله سبحانه وتعالى. إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم. فهذه الآيات وغيرها الكثير فيها بيان أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا بإفراد الله تعالى بالعبادة، والكفر بالطاغوت واجتناب الشرك، لا يكون التوحيد إلا، لا يكون تحقيق لا إله إلا الله إلا بهذا. ذن الشيخ رحمه الله تعالى، he says for indeed when the Prophet صلى الله عليه وسلم said to them say لا إله إلا الله، how did they respond؟ they said أجعل الآلهة إلها واحدا، has Muhammad asked us to abandon all our gods and to turn to one؟ this is something amazing. We said, why is it amazing? Because this was not the religion of the forefathers. Generation after generation, they were upon the religion of the forefathers, worshipping idols. That's what Quraysh was upon. Quraysh worshipped idols. So the Prophet ﷺ wanted them to abandon all these idols and to turn to Allah alone. And the Arab in Quraysh, they understood the language. They knew exactly what La ilaha illallah meant. They did not want to say it, because they did not want to become hypocrites like a lot of these people who claim to be Muslim. They didn't want to say La ilaha illallah and at the same time worship the idols. And at the same time they were arrogant. The Arab were arrogant. They did not want to follow the Prophet ﷺ alone, by himself. It had to do with status and lineage. And even though he ﷺ was from the best lineage, the best household, sallallahu alayhi wa sallam. Yet, because others had يعني, higher status, now he's the Prophet, how can we follow him? It was arrogance. And the other ayah Allah tabarak wa ta'ala mentions in Surah As-Saffat, that when it was said to them, say la ilaha illallah, yastakbirun. They would reject out of arrogance. And they would say, should we abandon our religion and follow a mad poet? Allah subhanahu wa ta'ala refuted what they said. He says subhanahu wa ta'ala, verily, indeed, he came with the truth, the same truth the messengers before him came with. And the message of all the prophets and messengers alayhim as-salatu wasalam was pure tawheed, pure monotheism. As we always mention ayat in the Quran, Allah ta'ala says what means and what translates, that we have sent amongst every nation a messenger, ordering
to worship none but Allah alone, and to shun الطاغوت, everything that is worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ رحمه الله تعالى مكملا فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك, يعرفون ماذا؟ معنى لا إله إلا الله. مرة أخرى قال الشيخ فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك, يعرفون ماذا؟ معنى كلمة لا إله إلا الله, ليس كذلك؟ الله قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فقريش فهمت, كانوا علماء في اللغة العربية, تسمعون بالمعلقات وكيف العرب كانوا يتحدثون باللغة في الجاهلية ويتفاخرون على كل القبائل في الفصاحة والبلاغة. فلذلك الله تبارك وتعالى تحداهم بالقرآن, ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة, لأنه كلام معجز أنزله الله تبارك وتعالى. فهم فهموا, الكفار فهموا, قريش فهمت معنى لا إله إلا الله, إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة, والكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى, واجتناب الشرك, هذا معنى هذه الكلمة. الكفار فهموا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ونقل الآيات. الشيخ رحمه الله تعالى continues on by saying, so if you recognize that even the most ignorant of the disbelievers understood this, what does this statement mean? They understood what? The definition of La ilaha illallah. As the Shaykh just talked about, the kuffar understood the definition of La ilaha illallah. They knew that it meant to single out Allah subhanahu wa ta'ala in worship, pure monotheism, and to disbelieve in everything and anything that is worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala. Shunning shirk, polytheism. They understood this. Again, one more time, the sentence. He says, rahimahullah, so if you recognize that even the most ignorant of the disbelievers understood this, as we just mentioned, the paragraph before this, that even the ignorant from the kuffar, from Quraysh, understood this. We said, yeah, for something important. Quraysh, they were very strong in the language, in the lugha. Quraysh used to boast about how pure their language or their speaking was in their poetry. They used to boast upon all the Arab. They used to show off, think they were better than all the other tribes. They had the strongest knowledge in the lugha, in the language. That's why they used to show off the poems that they would write and how fluent they were in the language. That's why Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran. That's why Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran, and he challenged them, subhanahu wa ta'ala, challenged them to bring a book like it, because they claimed he, sallallahu alayhi wa sallam, was a poet. He wrote this, or someone else taught him how to write this. Allah subhanahu wa ta'ala challenged them. They couldn't. He challenged them to bring 10 chapters. They couldn't. He challenged them to write one chapter, one surah. They couldn't. One ayah. They couldn't, because it was revealed from Allah subhanahu wa ta'ala. It's the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. Yet, because of this, they understood exactly what he said, sallallahu alayhi wa sallam. Every word he uttered, they understood exactly what it meant. As Allah ta'ala mentioned in the ayat, they just didn't want to abandon the religion of the forefathers. They were arrogant, and they didn't want to be hypocrites. How can you say la ilaha illallah and worship idols and stones? They don't go together. They contradict one another. So they didn't want to be like that. And at the same time, they were arrogant. They had that pride. The Arab pride. The ignorance pride. That's what held them back. They were egoist. قال الشيخ رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك تبعوا بالله لهذه الجملة. قال فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. مرة أخرى قال فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. وصدق رحمه الله تعالى. لو نظرتم في ترون ما نرى مثل على
مواقع التواصل إن كان فيها على الفيديوهات وكذا، ترى عباد القبور من الرافضة ومن غلاة الصوفية ومن المنحرفين عباد القبور والأضرحة، تجدهم ماذا يطوف على القبر، ماذا يقولون؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، طوف على القبر. والطواف عبادة، ولأنها عبادة لابد تكون خالصة لله تبارك وتعالى. والطواف لا يوجد في الأرض كلها إلا في البيت العتيق، لكن تجد هؤلاء عباد القبور يطوفون على القبر، يتمسحون بالقبر، يسجدون ويركعون، يقولون لا إله إلا الله، في خلل، ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. سبحان الله، قريش عند توحيد أكثر من هؤلاء، ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. قال الشيخ: فلعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عارفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. يردد لا إله إلا الله إذا قام، إذا ذهب، إذا رجع، لا إله إلا الله معها المسبحة، لا إله إلا الله يلعب فيها، وهو رايح جامع عندها القبور، إن كان يعتكف أو يعكف عندها أو يذبح لها أو يحلف بها، يستغيث بالميت، يذهب إلى هؤلاء وهو يقول لا إله إلا الله، لأن عنده مجرد تلفظ، مع أنه يقع فيما ينافي هذه الكلمة. وهذا إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. كيف أن بعض الناس يجمع بين النقيضين، يقول كلمة التوحيد ويقع فيما ينافيها مباشرة، ما ينقض هذه الكلمة ويخرج من الملة، من الوقوع في الشرك الذي يحبط الأعمال، فتجدهم ينطق بهذه الكلمات، يرددوها، يردد كلمة التوحيد، لكنه في نفس الوقت ليل نهار عند القبور، تجد مثلا يقول لا إله إلا الله، ثم إذا يعني بعد فترة وكذا يقول مدد يا فلان، أدركني يا فلان، أغثني يا فلان، وهو قبل قليل كان يقول لا إله إلا الله. فالعجب مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، العجب، العجب ممن يدعي الإسلام هو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها. وبعض الجهل اليوم يا إخوة من أهل السنة يظن أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله وفعل ما فعل ما يخرج من الملة. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، بل كثير ممن ينتسب إلى الإسلام يقع في أمور تخرج من الملة، إن كان بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. كما أن الإيمان قول وفعل واعتقاد، عمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، كذلك الكفر، قد يكون الكفر بالقول، وقد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بالعمل. قد يقول الإنسان كلمة الكفر وقد يعمل عمل الكفر، عمل مخرج من الملة، وقد يعتقد اعتقاد كفري مثل المنافقين كان في هذا الزمان أو زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فكما أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. فلا ينفع يا إخوة فقط مجرد قول لا إله إلا الله دون العمل بمقتضاها، تحقيق مقصود لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة والكفر بالطاغوت، لابد من تحقيق مقصود لا إله إلا الله، ومن غير ذلك الإنسان ما يكون حقق لا إله إلا الله. ولذلك بسبب الجهل المدقع المنتشر بين كثير من المسلمين تجدهم يكرروا لا إله إلا الله، لكنهم في نفس الحين أو في نفس الوقت يعملوا أعمال تخرج من الملة، تنقل عن الملة. وإلى الله المشتكى. He continues on رحمه الله تعالى by saying something very important يا أخوة. He says, going back to the first sentence, so if you recognize that even the most ignorant of the disbelievers understood this, then it is even more amazing that some of those who claim to be upon Islam do not understand the explanation of this testimony, which was understood by the ignorant disbelievers. Rather, he perceives that it is enough to pronounce it without believing in the heart,
anything which is meaning, which its meaning indicates. This is very important, ya ikhwah. We stressed on this. You find, as the Shaykh mentioned, rahmatullahi alayhi, it's amazing. The kuffar from Quraysh understood what la ilaha illallah meant. That's why they didn't want to say it. A lot of people who claim to be upon Islam today don't even know what la ilaha illallah means. The proof for this, look at these Rafila, the Shia, look at these extreme Sufis who commit acts of disbelief. They say la ilaha illallah while making tawaf rounds around the grave. Saying la ilaha illallah goes against that. You find them saying la ilaha illallah, just words they utter. As he said, rahimahullah ta'ala, rather he perceives that it is enough to pronounce it without believing in the heart anything which its meaning indicates. They say la ilaha illallah, but in a little bit they'll say, oh so and so, assist me, help me, aid me. They'll call upon someone who is dead. Tijani, may Allah curse him, or al-Badawi, may Allah curse him. Some of these fake awliya, or some of the Sahaba, or some of all of these, even if they were Sahaba or even Prophets, have no right when it comes to worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. This shows the ignorance, ya ikhwan. We say la ilaha illallah, we don't know what it means. They say la ilaha illallah, you see, you watch them probably on YouTube or on the, you watch videos, you see these Sufis, you see these Rafida make tawaf around graves. They go to the shrines, they slaughter for them, they invoke them, they seek refuge with them. And yet you find them saying la ilaha illallah at the same time. Because it's words they utter, they don't understand. And we seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala. This is, the most important topic that any Muslim should understand, should memorize regularly, because it's your aqidah, it's your belief system. ثم الشيخ رحمه الله تعالى قال كلمة عظيمة قال والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. مرة أخرى قال رحمه الله والحاذق منهم يعني من والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. احنا تكلمنا عن هذه العبارة شرحناها أعتقد في الدرس الماضي أو الذي قبله لما تكلمنا عن الخلق. طيب الشيخ رحمه الله تعالى he continues on by saying and the shrewd from amongst them think that it means no one creates, sustains or disposes of the affairs except for Allah. Except for Allah. قال والحاذق منهم. العبارة التي قبلها كان الشيخ يتكلم عن من؟ عن مشركين؟ نعم المتأخرين المشركون المتأخرون. العبارة التي بعدها إيش قال الشيخ التي قرأناها قبل قليل؟ قال فالعجب ممن يدعي الإسلام إلى آخر ما ذكر. ثم يكمل يقول والحاذق منهم يعني الذي يظن أنه يعني الحاذق منهم الذي يظن أنه عنده علم أو العالم من هؤلاء الجهلة يظن أن معناها أن معنى ماذا؟ لا إله إلا الله، لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية تكلم عن علماء الكلام، تكلم عن علماء الكلام وفي تعريفاتهم للتوحيد، وهم يعرفون التوحيد كما ذكرنا لكم بتوحيد الربوبية، فيقولون لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، ويقولون حتى الكلمة الأخرى لا قادر أو الإله هو القادر على الاختراع. هذه العبارات، هذا الكلام غير صحيح بدلالة القرآن والسنة كما أسلفنا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما دعوا الأقوام إلى الاعتراف بأن الله هو الخالق وحده، وأن الله رازق وحده، وأن الله محيي وميت وحده. ما دعوا الأقوام إلى هذه، لماذا ما دعوهم إلى توحيد الربوبية؟
نعم، لأنهم يقرون به. ما في نبي في القرآن قال يا قومي آمنوا أن الله هو الخالق، ما في قوم، ما في ما في ما في نبي قال هذا، بل الأنبياء قالوا أن اعبدوا الله، أن وحدوا الله، هذا الذي دعوا إليه الأنبياء، فرسالتهم توحيد الألوهية. أما هؤلاء الذين يزعمون، علماء الكلام والمعتزلة والأشاعرة وأهل الضلال كلهم يعرفون التوحيد، وهذا الذي يدرس في مدارس المسلمين في بلادنا وفي المشرق وفي المغرب، يدرس بأن لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، هذا كلام غير صحيح، هذا توحيد الربوبية. أصل رسالة التوحيد توحيد الألوهية، ليس هذا هو المقصود من التوحيد. هل في قوم من الأقوام أنكروا أن الله خالق، أن الله رازق؟ ما في قوم. قريش لما قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم أقروا ولا ما أقروا بالربوبية؟ والدليل على ذلك من يذكر آية من الآيات التي دائما نذكرها، الله قال ولئن سألتهم قالوا هبل، قالوا العزة، قالوا منات، قالوا من، فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما قالت قريش والله هبل أو الأصنام هذه التي كانت تعبد ووضعت حول الكعبة أنها هي التي تخلق وترد، ما قالوا هذا. ونحن ذكرنا قصة عمران بن الحسين رضي الله عنهما في إسلام والده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان وقع في ضراء يسأل ويلتجئ بمن، قال في الذي في السماء. القصة، والله تبارك وتعالى ذكر عنهم في القرآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فما قالوا أن هذه الأصنام تخلق أو ترزق. الذي نريده يا إخوة أن تعريف لا إله، التعريف بلا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله يعني الربوبية غير صحيح، بل المقصود من لا إله إلا الله ومن دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، هذا هو المقصود بلا إله إلا الله، ليس كما علمه هؤلاء. سبحان الله، انظروا يا إخوة إلى التبعات لانتشار مثل هذا في بلاد المسلمين، الجهل بالدين الذي أدى إلى ارتفاع هذه يعني الأضرحة، وجعلت مقامات لهؤلاء الأولياء يزاروا من ويخصوا بعبادات يشركوا بها مع الله تبارك وتعالى. هذا سبحان الله يذهب جيل بعد جيل، فيأتي تقليد الآباء جيلا بعد جيل، وهذا سببه يا إخوة الضعف في تعليم التوحيد، الضعف في وتهميش التوحيد. وفي هذا الكتاب المبارك يا إخوة، بعد يعني في إذا مشينا فيه كمان أكثر، الشيخ رحمه الله تعالى سيذكر أكبر شبهة، وهي قولهم التوحيد فهمناه. فضعف تعليم التوحيد يا إخوة، تهميش التوحيد، ترك تعليم التوحيد يؤدي إلى الجهل، ويصبح هذا الجهل ينتقل من جيل إلى جيل. فالناس أصبحوا يا إخوة مسلمين بما يعني تربوا عليه، أصبحوا مسلمين. هؤلاء الذين على القبور وعلى هؤلاء الأضرحة، عباد القبور هؤلاء، أخذوا الدين تقاليد، أخذوا الدين يعني عبارة عن يعني عادات تؤخذ جيل عن جيل، هكذا هو الدين عندهم. هذا بسبب تهميش التوحيد، علم العقيدة تركه أدى إلى هذا، وهذا للأسف يستمر جيل بعد جيل في مناطق. فالدين عندهم عادات، ولذلك تجد كثير منهم يعني في العقيدة ضال، وحتى في الصلاة قد يقال لهم أن الصلاة يعني أمرها يعني الذي يصلي على خير والذي لا يصلي على خير، هذا لأن الدين أخذ عن طريق العادات والتقاليد، وهذا جيل عن جيل انتقل، فأدى إلى ضعف التوحيد عند الناس، فراج عليهم الشبهات.
راجت عليهم هذه الأمور، راج عليهم الضلال، راج عليهم الشركيات والخرافات والاستعانة بالأموات. هذا ينتشر بسهولة لأنه ما في علم شرعي. ولذلك الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم أولا، قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم قال له الله تبارك وتعالى. هذا في بيان أهمية العلم. الشيخ رحمه الله تعالى he says and the shrewd from amongst them think that it means no one creates, sustains or disposes of the affairs except for Allah. The scholars of these mushrikeen today, as Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala talked about in his book At-Tadmuriyya, he refuted the scholars of philosophy. That's how, ya ikhwa, كثير من هذه الأمور الأشعرية والاعتزال من أين أجت هذه إنكار الصفات يا أخوة؟ إنكار الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، ما تأثرت به، ما تأثر به الأشعري وما أبو الحسن الأشعري وما تأثر به أهل الاعتزال والجهمية، من أين أتوا بهذه العقائد يا أخوة؟ من ترجمة كتب الفلاسفة. نعم، ترجموا كتب الفلاسفة واليونان فدخلت عليهم هذه، هكذا انتشر الحق يا إخوة. كان واضح ثلاث قرون ما دخله لبس، والعقيدة كانت صافية ما دخل فيها لبس. ثم ظهرت هذه الفرق وهذه الجماعات لما قرأوا كتب الفلاسفة والمناطق وأهل الكلام وترجموا هذه الكتب إلى العربية، تأثر بها هؤلاء الناس وبدأوا يعني يتكلموا في الفلسفة وأنكروا صفات الله تبارك وتعالى، وبدأوا يشرقوا ويغربوا في العقيدة. هذا كان أكبر مصيبة، ترجمت كتب الفلاسفة والمناطق وأهل الكلام. هذا الذي أدى إلى ما وقع من التجهم ومن الاعتزال ومن الماتريدية والأشاعرة، كل أهل الضلال هؤلاء الذين عقيدتهم ليست عقيدة أهل السنة وليست عقيدة أهل الحديث. Shaykh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala in his book At-Tadmuriyya, he talked about these so-called scholars who have been affected by philosophy. How did the aqeedah that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam left us with and his companions left us with was pure. There's no difference of opinion in the aqeedah. But what happened was that many of these so-called scholars in the language, many of these people who claim to be from the people of knowledge, translated the books of philosophy from Greece and these Greek translated these books, and then they started to mix these books with the aqidah. That's why they started denying the sifat, the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why they started to think about al-qadr, predestination and the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, refuting some and believing in some. That's why they started to go east and west in the aqidah. It's because of translating the books, reading in the books of these people who are pagans. Anyhow, these people who think from those who claim to be upon, or who rather are scholars in the language or in the deen, even nowadays they claim to be scholars in the deen. From very early on, ever since the Mu'tazila, the Maturidiyya, the Asha'ira, they started defining La ilaha illallah as there is no creator but Allah, there is no sustainer but Allah, no one can take care of the affairs but Allah. That's what they started to claim, which is the definition of Tawheed al-Rububiyyah, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala in His Lordship, which no one refutes. You will not find in the stories Allah ta'ala mentioned of the prophets in the Qur'an, a prophet calling the people to believe that none can create but Allah, or none can give life or death but Allah. You will not find an ayah about this, because these nations already believed in the oneness of Allah and His Lordship. Rather, all the prophets and messengers عليهم الصلاة والسلام called to Tawheed al-Ibadah, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, in worship. You can read all the stories of the prophets and messengers عليهم الصلاة والسلام. They called to Tawheed al-Uluhiyyah. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرٌ. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم
شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم عليهم الصلاة والسلام أمروا بالتوحيد. As Allah Ta'ala mentioned in Surah Al-A'raf and in other surah about the prophets and messengers, Hud, Salih, Shu'aib, Nuh, when they were sent to their nations, to their people, the first thing they called to is Tawheed Al-Ibadah, the oneness of Allah Subhanahu Wa Ta'ala in His worship. Read the Qur'an, it's in the Qur'an. This, ya ikhwa, affects the people because when we lack the knowledge of Tawheed, we do not preach it, we ignore it, what happens is people, it becomes easy for them to be open to shirk, ignorance, misguidance, innovations. It's easy. There's no barrier, there's no wall to protect them. When we abandon Tawheed, when we do not teach it, we do not preach it, misguidance, the very exact opposite, shirk and dalal and ibtida' is what spreads amongst the people. And people take this generation after generation. That's why a lot of Muslims, they become Muslims or they learn, what type of Islam do they learn? They learn traditional Islam, what their forefathers before him taught. That's what Islam is to them. It's not aqidah, it's not arkan Islam, arkan iman. To them, Islam is what they took from their forefathers, what they learned from the generation before them. That's what Islam is to them. It's based on customs and norms. That's what Islam is. They're raised upon that stuff, and that's what Islam is to them. This is because of the lack of the knowledge of aqidah. Not spreading Tawheed, not talking about it, not preaching it. Later on in this book, the Shaykh rahimahullah ta'ala will say the biggest doubt by these grave worshippers is the statement, At-Tawheed arafna. The Tawheed, we understood it. It's not important to talk about it all the time. All these people talk about is aqidah and Tawheed. We understood it. Fact of the matter is that is not true. You see how many Muslims, East and West, are upon different types of shirk. Different types of major shirk that leads out of the fold of Islam. Subhanallah, ya ikhwan. Qala al-shaykh, wal-hadiqu minhum. Iza hadha kan al-ulama, ya ikhwan. أهل العلم عندهم هؤلاء الضالين المشركين كيف بالجهلة؟ لذلك كما تكلمنا أن الجهلة يأخذون دينهم عبر العادات والتقاليد جيل بعد جيل وهذا الذي ينشر بينهم ويبقى الناس على ضلال لأنهم همشوا التوحيد. الشيخ رحمه الله تعالى talked about this is the status of their scholars, these late pagans, مشركين. This is the status of their scholars. How about the ignorant ones? How about the ignorant ones? That's why, as we mentioned, they take their deen from whatever the previous generation was upon, its customs and norms. It's our custom on this day to go to this grave and to go to that shrine. That's what the deen is. The deen is not the five pillars starting with Tawheed. The deen is the customs they were raised upon. This day they have the birthday of this wali, that day it's the birthday of that wali. This day they go to this shrine, that day they go to the other village's shrine, so on and so forth. That's what the deen is to them. It's not based on the five pillars of Islam, starting with Tawheed. So when we abandon Tawheed, this is what happens. قال الشيخ رحمه الله تعالى فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وهذه كلمة عظيمة. قال فلا خير في رجل جهال الكفار قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وصدق رحمه الله تعالى. Then he says رحمه الله تعالى there is no good to be found in a person when even the most ignorant of the disbelievers are more knowledgeable of the meaning of لا إله إلا الله than him. والله indeed صدق رحمه الله تعالى لا خير في رجل يدعي الإسلام ويزعم أنه من المسلمين لكن في نفس الوقت أبو جهل عنده معرفة وعلم بمعنى لا إله إلا الله أكثر منه. كفار قريش عندهم معرفة
بلا إله إلا الله أكثر من هؤلاء الروافض، أكثر من غلاة الصوفية ومن غيرهم من عباد القبور، والله لا خير فيهم. وهذا في بيان أن الأمر خطير جدا يا إخوة، والله الأمر خطير وأمر شنيع. وفي بيان واجب الأمة من تحقيق التوحيد حتى يرفع عنهم الذل والخذلان والخسران، تحقيق التوحيد والانتساب يا إخوة إلى العادات والتقاليد التي هي تخالف الدين، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، ولن ينفعك عند الله تبارك وتعالى هذا الكلام. فالمسلم كيس فطن يقبل على أوامر الله تبارك وتعالى، والله هذا الأمر خطير يا إخوة. قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، البراءة من الشرك وأهله، هذا معنى لا إله إلا الله. عرفه كفار قريش، وكثير ممن يدعي اليوم الإسلام لا يعرفه، فالأمر خطير. ولا خير يا إخوة في الانتساب فقط للإسلام والانتساب إلى لا إله إلا الله مع ترك العمل بمقتضى لا إله إلا الله، مع ترك تحقيق المقصود من لا إله إلا الله. As he mentioned رحمه الله تعالى that there is no good to be found in a person when even the most ignorant of the disbelievers are more knowledgeable of the meaning of لا إله إلا الله than him. What good is in this person who claims to be Muslim and from the Muslimin when the pagans of Quraysh, when Abu Jahl has more knowledge of the meaning of the statement of Islam, لا إله إلا الله than him. What good is there in these people? These Rafida, Shia, Ithna Ashariya, these extreme Sufis who worship graves. Wallahi, there's no good in them, even if they claim to be from Islam and the Muslimin. And this shows how devastating this issue is, يا إخوة, and how important it is for the Muslims to come back to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, fulfill their tawheed, to truly be upon la ilaha illallah, not just words we utter, rather our speech, our hearts, our actions go together with this word la ilaha illallah. Something important, ya ikhwa, not the statement, just saying the word la ilaha illallah by itself doesn't benefit if you do not act upon it. And being upon the customs and the norms that you came from, which are against the deen, against la ilaha illallah, on the day of judgment, when you stand before Allah subhanahu wa ta'ala, this will be against you. This will lead you, we seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala, this will lead you to the hellfire. As we always say, Allah ta'ala mentioned in the Quran that He does not forgive shirk. Polytheism in for those who die upon it, ya ikhwa, and do not repent and come back, Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive it. قال إذا عرفت ما قلت لك معرفة القلب. قال إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. مرة أخرى: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. الذي ذكره لنا الشيخ رحمه الله تعالى معنى لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله مقصود بها توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وليس مقصود بها كما يقولون أهل البدع والمشركين في هذا الزمان أن المقصود بها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، بل المقصود بلا إله إلا الله هو توحيد الألوهية. وما بينه لنا رحمه الله تعالى بأن المشركون الأوائل أقروا بتوحيد الربوبية وأنكروا توحيد الألوهية، مع ذلك ما أدخلهم هذا الإسلام، قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحل أموالهم ودماءهم. هذا الكلام يا إخوة ليس فقط الإنسان يعرفه معرفة لسان، بل لابد يكون معرفة قلب. معرفة قلب هذا في بيان يا إخوة أن العلم الحقيقي هو علم القلب، ليس فقط علم اللسان بل علم القلب. علم القلب هو العلم الحقيقي، وهذا الذي الله تبارك وتعالى يريده منا. ليس مثل يعني
ليس العلم فقط باللسان، يعني مثلا يكون عندك اختبار وتحفظ تحفظ، ثم إذا جاء يوم الاختبار تحطه على هالورقة، ثم بعد ممكن دقائق لو سئل عن ما كتب في الورقة ما يتذكر. هذا ما هو علم القلب، هذا ما هو علم اليقين، هذا علم فقط باللسان، هذا ما ينفع. ما ذكرناه لابد يكون في القلب أيضا، لأنه هذا هو الإيمان، قول واعتقاد وعمل. والمنافقون يا إخوة في المدينة نافقوا نفاقا اعتقادي، فأظهروا شيء وأبطنوا شيء آخر، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. لذلك المعرفة الحقيقية هي معرفة القلب ومعرفة البصيرة، ليس فقط معرفة اللسان. يسأل رحمه الله تعالى: So if you understand with certainty of the heart what I have mentioned to you. What has the Shaykh mentioned? He mentioned, رحمه الله تعالى, that the earlier pagans believed in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, in his lordship, and they denied al-uluhiyya, al-ibadah, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala in his worship. And he defined that tawheed is worshipping Allah alone, singling him out in worship, and disbelieving in al-taghut, everything and anything that is worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala, shunning shirk, polytheism. He says, rahimahullah ta'ala, understanding it with the certainty of the heart. This is the knowledge, ya ikhwa, that is beneficial, that is important. The true knowledge is not the knowledge of the tongue. It is rather the knowledge in the heart. And that shows yaqeen, certainty. It's not like some brothers go to a test, they have a test, they memorize, and then when they take the test, they put it all on the paper and then they leave. 30 minutes later, you ask them about it, he knows nothing. He knows nothing. We've all been there. He knows nothing. Because it's something that you memorized. It's on the tip of your tongue. You want to just spit it out. And then when the class is over or the test is over, pretty much that knowledge is over. That's not what you want when it comes to the aqeedah. When it comes to tawheed and the aqeedah, you want that certainty that is stuck in the heart. That is the true knowledge. The true acknowledgement is that is in the heart. Is that is in the heart. Not only something that you say, as we just have been talking about, the Shaykh rahimahullah ta'ala saying, La ilaha illallah, it's not just words that you utter. It's something that you have to believe in with certainty and act upon it. إِذَا عَرَفْتَ مَا قُلْتُ لَكَ مَعْرِفَةَ قَلْبٍ وَعَرَفْتَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ. الوقت أدركنا. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. نجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Time for Isha has come. إن شاء الله تعالى we'll continue from here next week بإذن الله تعالى if we live until then. الله تعالى knows best.